سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بيكم. احنا هنوجه رساله من نوع اخر، بنقول لو كانت دي العين، فالعين فيها طبقه بتحس اللي هي الشبكيه، ودي اهم حاجه. وبعدين في طبقه بتغذيها بعدها، وبعدين في طبقه بتحمي كل ده. العين عشان يدخل منها الضوء لابد ان يكون فيها ثقب اللي احنا بنسميه الحدقه. وبعدين عشان الصوره تتكون على الشبكيه لابد من وجود عدسه. دي العدسه. العدسه ديت وهي داخل العين المفروض انها تبقى شفافه. اذا اعتمد ده اللي احنا بنسميه الميه البيضاء، يبقى الميه البيضاء عباره عن عتامه في العدسه. العتامه دي ممكن اكتشافها بمجرد ما الطفل يتولد. وده اللي احنا عاوزين نوجه الرساله ليه. ان الطفل اول ما يتولد لازم الواحد يبص في عينه، في احتمال ان يكون عنده ميه بيضاء، والعلاج بتاعها هيبقى ميسور وسهل، وممكن ان احنا بعد ما نشيل الميه نزرع له عدسه. فالرساله اللي احنا نحب ان احنا نوجهها ان بعد يعني الولاده مباشره لابد ان الواحد يبص في عينين الطفل، لو لقى في بياض في الحدقه يبقى في ميه بيضاء، يبقى لازم الواحد يسارع بالعلاج.